اهلا بكم. اصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مرسوما بتعيين الامير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء. المرسوم الملكي ابقى الامير سلمان وزيرا للدفاع فيما تم تعيين الامير احمد بن عبد العزيز وزيرا للداخليه. بعد يومين من وفاه ولي العهد السابق الامير نايف بن عبد العزيز ال سعود عين العهد السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود اخاه وزير الدفاع الامير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد مع تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء الذي يتراسه العهد السعودي الامير سلمان هو الابن الخامس والعشرون من ابناء الملك عبد العزيز ال سعود وهو من مواليد عام 1935 وتقلد العديد من المناصب من بينها امير منطقه الرياض لسنوات عديده قبل ان يتقلد منصب وزير الدفاع بعد وفاه اخيه ولي العهد الاسبق الامير سلطان بن عبد العزيز كما لا يزال الامير سلمان بن عبد العزيز يتقلد منصب رئيس مجلس العائله المالكه منذ اكثر من ثمان سنوات. المرسوم الملكي الذي صدر اليوم ابقى الامير سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع، كما تم تعيين الامير احمد بن عبد العزيز وزيرا للداخليه خلفا لولي العهد السابق الامير نايف بن عبد العزيز الذي كان يتولى هذا المنصب منذ سبعينيات القرن الماضي، وكان الامير احمد نائبا لوزير الداخليه لعده عقود حينما كان الامير نايف بن عبد العزيز وزيرا للداخليه.